يسعد صباحكم. اليوم حابة أعطيكم معلومة طبية كتير مهمة، وحابة أجاوبكم على أكثر سؤال منسأل عنه بالصيدليات. هل فينا نستخدم المضاد الحيوي للعلاج الرشح أو الإنفلونزا؟ أول إشي لازم يكون في عنا معلومة كافية ووافية عن الإنفلونزا أو الرشح، واللي هي عبارة عن التهاب فيروسي بصيب الجهاز التنفسي العلوي. إحنا بالعادة بنعطي أدوية لنعالج الأعراض المصاحبة للمرض، واللي هي السعال، ألم بالرأس، جفاف بالحلق، وسيلان بالأنف. طبعا في عنا كمان اعتقاد خاطئ ومقولة بتقول إذا نفع ما بدر. هالمقولة أكيد خاطئة، لأنه في عنا أدوية مضادات حيوية ما فينا داعي نستخدمها لعلاج أي التهاب فيروسي. كمان لازم يكون في عنا فكرة واضحة عن المضاد الحيوي، واللي هو عبارة عن مادة كيميائية بتثبت وبتقتل البكتيريا. طبعا الاستخدام المفرط لهي الأدوية رح يحفز البكتيريا بالجسم تنتج سلالات من البكتيريا جديدة بتقاوم المضادات الحيوية، فبصير في عنا مشكلة لاستخدام أدوية أقوى بالمستقبل لعلاج أمراض كتير بسيطة. وفيك معلومة كتير مهمة لازم الكل يعرفها، إنه فينا نعالج أعراض المصاحبة للرشح والإنفلونزا بطريقة كتير بسيطة. نستخدم مسكنات ألم، ونستخدم كمان مضادات للاحتقان، ويكون في عنا قسط من الراحة كافي جدا، وكمان نبتعد عن التدخين. وفي معلومة كمان لازم الكل يعرفها، إن لازم المريض يستشير طبيبه أو الصيدلاني لحتى يستفيد من كل المعلومات الطبية المتوفرة. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.